جدولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة، وبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي نقرأ منها: باراك أوباما يعود لأيام طفولته في جاكرتا. استغل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فرصة تمضية عطلة عائلية في إندونيسيا ليزور المنزل الذي أمضى فيه 4 سنوات من طفولته، إذ كانت والدته متزوجة من إندونيسي. وإلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين، التي نطالع منها: طفل ينقذ عمه من مخالب دب في ألاسكا. جاء في تفاصيل الخبر: تمكن طفل من سكان ألاسكا لم يتجاوز عمره 11 ربيعا من إنقاذ عمه من مخالب دب ببندقية صيد، فقد أصاب الطفل الدب بطلقة أولى استقرت في الكتف وثانية أصابته في أنفه. مصادر أمنية في الولاية قالت إن الحادثة وقع الأسبوع الماضي عندما كان الطفل يتجول برفقة والده وعمه. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الحياة: طفل بريطاني يبتكر جهازا ينقذ الأطفال من الموت. ابتكر طفل بريطاني يبلغ من العمر 10 سنوات جهازا يحافظ على سلامة الأطفال داخل السيارات المغلقة. الجهاز يتألف من مروحة تمكن من الكشف عن الحرارة الداخلية، بحيث تعمل عندما تصل الغرفة إلى درجة حرارة معينة. كما يحتوي على تقنيتي واي فاي وجي بي اس لتنبيه الآباء والأمهات في حال كانوا غير قادرين على الرد عند الاتصال. وإلى صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين، التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: اكتشاف برج من الجماجم البشرية في المكسيك. عثر علماء الآثار على برج من الجماجم البشرية تحت الأرض في قلب مدينة مكسيكو سيتي، وقال العلماء إن الجماجم كانت مطمورة في حجر جيري وآلاف من القطع العظمية في الصرح الأسطواني قرب أحد المعابد القديمة. وختاما مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية: وسيارات إسعاف وردية اللون للنساء فقط في الإمارات. أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إطلاقها المستجيب الوردي، وهو خدمة إسعاف مخصصة للنساء والأطفال بهدف التعامل مع الحالات المرضية النسائية وحالات الولادة والأطفال. وأوضحت المؤسسة أن جميع العاملين في المستجيب الوردي هن من النساء اللواتي يتميزن بخبرة كبيرة في مجالاتهن.